عبد الباسط أبو مزريق، الناطق الرسمي باسم ثورة 17 فبراير واللجنة الإدارية للمدينة. طبعا كلنا يعرف ما حدث في ليبيا من ثورة عارمة ضد نظام الطاغية، ومدينة مصراتة التي تقع في غرب ليبيا تبعد عن العاصمة طرابلس 200 كيلومتر شرقا، ما هي إلا واحدة من هذه المدن التي ثارت واستطاعت خلال يومين أن تطرد زبائن الطاغية وميليشياته وقواته الأمنية إلى خارج المدينة. لكن وجود بعض الكتائب الأمنية في برية مصراتة خارج المدينة بالقرب من مطار المدينة، حيث تتمركز كتيبة أمنية اسمها حمزة، وهناك كتائب أخرى تبعد عن المدينة ب100 كيلومتر هي كتيبة دوفان وبركان. هذه الكتائب الأمنية مفاتيحها تحاول الاعتداء على المواطنين المتظاهرين، كان لزاما التصدي لها من خلال بعض الجنود والضباط الذين التحقوا بالثورة بعد أن تمكنوا من الحصول على بعض الأسلحة الخفيفة التي تركتها ميليشيات اللجان الثورية والكتائب الأمنية في المدينة بعد هروبهم. يومي الخميس والجمعة حدثت اشتباكات عنيفة بين هذه الكتائب وبين الجنود والضباط الذين التحقوا، إضافة إلى بعض المتطوعين من شباب الثورة. في هذه المعارك استطاع البواسل أبناء هذه الثورة المجيدة من أسر عدد من المرتزقة الذين جلبهم الطاغية لقتل أبنائنا، وكان عدد هؤلاء الأسرى 14 أسيرا بينهم ضابط برتبة عالية ليبي. الأسرى طبعا بعضهم أفارقة وبعضهم ليبيون، في حين استشهد عدد من أبنائنا وهم في اليوم الأول 18، في اليوم الثاني وبعد أن بادرت هذه الكتائب باستعمال الأسلحة الثقيلة المتمثلة في مدفعية الهاون وغيرها، إضافة إلى الرشاشات المضادة للطائرات التي توجهها إلى صدور هؤلاء الشباب وهؤلاء الجنود المنضمين إليهم، فسقط شابان. بالتالي فإن عدد الشهداء في هذين اليومين هما 20 أو 21، يعني سقط 3 حقيقة فأصبحوا 21 شهيدا. لازالت هناك مناوشات بين هذه الكتائب الأمنية وبين المواطنين ومن معهم من الجنود والضباط الملتحقين لهذه الانتفاضة من قوات الجيش الليبي. قد يتساءل الكثيرين أين الجيش الليبي؟ أقول للأسف خلال 42 عاما استطاع هذا الطاغية أن يدمر هذه المؤسسة العسكرية، حيث جعلها خاوية لا أسلحة لديها. الأسلحة تتركز لدى الكتائب الأمنية والميليشيات التابعة للقذافي وأبنائه، ووجد الجيش نفسه عاجزا عن الدفاع عن المواطنين. لكن إصرار هؤلاء الجنود وتأييدهم للانتفاضة جعلهم وبما لديهم من إمكانيات بسيطة من أسلحة خفيفة وما غنموه من هذه الكتائب يستطيعون الدفاع عن مدينة مصراتة ويمنعوا هذه الكتائب من الوصول إليها. إذن لدينا مجموعة من الأسرى، لدينا العديد من الشهداء، حتى أن من بداية التظاهرات إلى اليوم هناك 27 شهيد، يعني 21 شهيد استشهدوا في المواجهات، في حين أن 6 الأوائل استشهدوا أثناء المظاهرات والتي واجهها نظام المجرم بالأسلحة
الحية والمتمثلة في الرشاشات المضادة للطيران المسمى أمين. هذا فيما يخص المستوى الوضع الميداني في المدينة. أما عن موقفنا من الحكومة الليبية الجديدة التي أعلنت، فإننا نناشر أي اتفاق نصل إلى سبيله الليبيون من أجل تشكيل حكومة لسد أي فراغ سياسي. لكن لم يتم الإعلان حتى الآن على تشكيل هذه الحكومة. تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة، بالتالي ينبغي التنسيق أكثر في اختيار الأسماء يعني. وتم الاتفاق على أن يكون الأستاذ مصطفى عبد الشهيد وزير العدل السابق، وهو رجل قاضي وشخص نزيه ومشهود له بالنزاهة والاستقامة خلال طيلة فترة عملي حتى أثناء عملي مع قاضية، فعين أنه رجل مناسب لأن يكون الناطق الرسمي المتحدث، وهو منسق لهذه الجهود التي تسعى إلى تشكيل هذه الحكومة. أما ما ورد في لقاء ابن الطاغية من أن مدينة مصراتة تتفاوض مع هذا النظام، فنحن نقول أن هذا كذب، لأن مدينة مصراتة قالت للطاغية وأعوانه وميليشياته لا في البداية ولا الآن. نحن عندما خرجنا للتظاهر من أجل الكرامة، من أجل إنقاذ الوطن من هذا الطاغية، وبالتالي خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي اعتبر هذا الطاغية مجرم حرب، بالتالي ينبغي أن تورد وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية هذا المسمى، يعني أصبح الآن هذا الشخص مجرم حرب ليس أكثر، يعني يقود عصابة من المرتزقة ليقتل أبناء الشعب الليبي. بالتالي فنحن الآن في مواجهة استعمار متعدد الجنسيات، كما سبق وقلت أجدادنا واجهوا الاستعمار الإيطالي ونحن نواجه استعمارا متعددا للجنسيات، ونقول للجميع إننا على استعداد للتضحية من أجل وطننا العزيز الغالي. فقد واجه شباب الثورة هذه الميليشيات والمرتزقة الذين يحملون الأسلحة الخفيفة وأسلحة مضادة للطائرات بصدور عارية، وهم الآن على استعداد تام لمواجهتهم ورد أي عدوان يقومون به. هذا ما لدي عما يحدث في مدينة مصراتة تحديدا.